بمقامكم يا شهداء يا أبا شهداء اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا لا شك انه عمل ابداعي وندل على شيء يدل على عظمة هذا الشعب وما يمتلك من كفاءات وقدرات وامكانات هائلة جدا في جميع التخصصات في جميع المجالات، وهذا ابداع عظيم. و الجهد الذي بذل في هذا ليس قليل، بكل تأكيد أنه ليس قليل، جهد كبير وعظيم. كل بذل من أجل ماذا؟ من أجل الشهداء، من أجل الشهادة والشهداء. هكذا مقام الشهادة يرفع الإنسان في الدنيا كما أوضحت عند الله، ما بعد في الآخرة في الدنيا هكذا يكون مقام الشهيد. يقول الشاعر: إذا كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. ونهاية الموت بدل ما أموت بمخدرات، بدل ما أموت بكذا، أموت بحادث سير، أموت كذا، خلني أموت شهيد، هذا أشرف وأفضل. فجزى الله المؤمنين الخيرين أهل الجفير اللي فعل قاموا بهذا الجهد وهذا وقدموا هذا باسم الشهداء لعوائل الشهداء، جزاهم الله خير الجزاء وفي ميزان حسناتهم إن شاء الله. وكما عملوا هذا للشهداء إن شاء الله يعملون مثله في يوم النصر المؤزر إن شاء الله، يوم الفرح، يوم الفرج الكبير إن شاء الله. نسأل الله، وهو قريب إن شاء الله، نسأل الله أن يمن علينا جميعا بالصبر والثبات. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.